أنا الشيخ الكريم أحسن الله إليكم، الأخ أبو عبد الرحمن يقول أحسن الله إليكم، بالنسبة لصلاة الجمعة البعض ربما يصلي مثنى 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 قبل دخول الخطيب، ثم بعد ذلك قبل دخول الخطيب بقليل يتوقف، البعض لا ربما يتوقف قبل 10 دقائق من دخول الخطيب فيما يسمى بوقت الزوال، فيقول هل لصلاة الجمعة وقت نهي عن الصلاة؟ نعم، هناك من أهل العلم من قال بأن ليس فيها وقت نهي، فيصلي حتى لو زالت الشمس، والمسألة فيها خلاف، والأقرب والأحوط هو أيضا أن يتوقف قبل زوال الشمس، فإنها لحظة أو ساعة تسعر فيها نار جهنم، وهي من أوقات النهي المغلظة عند أهل العلم، عند طلوع الشمس في وقت طلوعها وفي وقت غروبها تماما، وكذلك أيضا عند تعامدها في كبد السماء الذي هو وقت الزوال، الذي هو وقت أذان الظهر أو أذان الجمعة. فلا أرى له أن يستمر في الصلاة إلى زوال الشمس، وإن يتوقف قبل ذلك. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم.